وجه آخر للتضامن رسمه شباب مسؤول وواع من تنسيقية متطوعي الجزائر من خلال تحضير وجبات ساخنة وكاملة للأطقم الطبية ومختلف الأسلاك بالمستشفيات. ريبورتاج لعمر بعلي. تتوالى مبادرات المواطن الجزائري في خضم هذه الفترة التي تعيشها البلاد، تحاول من جهتها تنسيقية مكونة من منظمات وجمعيات مختلفة تحضير وجبات ساخنة تقدمها للأطقم الطبية في المستشفيات. هذا المشروع اللي نوكلوا فيه كامل الستاف ميديكال اللي في المستشفيات وكامل الناس اللي تواجه في هذا المرض في المستشفيات، هي وجبة كاملة نقدموها لهم يوميا. المبادرة هذه لاقت استحسان كبير من الطاقم الطبي مام لي زاجون، ونحن ماذا بينا تتعمم هذه، وحنا حنا حنا نلحقوا كاع ان شاء الله نولوا نقيسوا كاع لي زوبيطو اللي كاينين في العاصمه ان شاء الله تتعمم في لي ولاي الاخرين. عمل تطوعي له بعد عميق تمثل في مساعده ابطال الصف الاول.